كيف نشرح الكتاب؟ يا أخي اترك الكتاب، إيش كيف نشرح؟ أمر سهل، لابد أننا نسير. أعطيني القلم حتى نرتاح من هذا القلم، حتى نرتاح وتمشي على وتيرة واحدة. ماذا تسمع؟ تدرس أصول ثلاثة، قواعد أربعة، كتاب التوحيد على شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن بن عثيمين رحمه الله يشرح لك التوحيد، تعريف التوحيد في الأصول الثلاثة، هنا يكرر تراجع. لكن لو تأخذ مثلا شرح بن عثيمين للأصول الثلاثة رحمه الله، والشيخ الفوزان لكتاب التوحيد حفظ الله حفظه الله، هذا تقسيم وهذا تقسيم وهذا تفريع وهذا تفريع، لا تستقيم معك الأمور، وبعد هذا تقول والله لا أدري هذا هو قول ابن باز رحمه الله أو قول الفوزان حفظه الله أو قول بن عثيمين رحمه الله الجميع. لا، تمشي على وتيرة واحدة. كان الواحد من السلف يأتي لعالم من علماء السلف يأخذ عنه العلم، ثم ينتقل إلى العالم الآخر، ثم هذا الشيخ الآن لو تتلمذ على بن عثيمين رحمه الله وأخذ كل مؤلفات بن عثيمين وضبطها، إيش يخرج؟ بن عثيمين ثاني. لكن هذه المشكلة، أن هنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في شرح، وتختلط عليه الأمور فيها حتى يصير أظل من ثوم الحكيم. لا، تمشي على تعريف واحد، على تقسيم واحد، على شرح واحد، ونحن نريد نمشي في هذا الكتاب على القول المفيد، شرح الشيخ بن عثيمين لكتاب التوحيد رحمه الله الجميع. طيب، الشرح هذا كيف سيكون؟ سيكون إذا الكتاب المعتمد ما هو؟ القول المفيد للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. عندنا ملخص لهذا الكتاب، لكن الملخص لا يبني على الكتاب الأصلي. طيب، كيف سنشرح الكتاب بإذن الله؟ نريد أن نعرف التعريفات والتقسيمات. يقول كتاب التوحيد، ما هو التوحيد؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية وأسماء الصفات. توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى. هكذا تضبط التعريفات التي في الكتاب. الثاني التقسيمات، يقول مثلا وقضى ربك، تقول القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. إذن هذا الأمر الثاني، الأول تعريفات، الثاني التقسيمات، الثالث نريد أن الكتاب يرتبط. كيف يرتبط؟ أي آية أو حديث تحت الباب لابد نذكر مناسبة الآية والحديث للباب. إذا ربطنا ماذا؟ الآيات والحديث مع الباب، ثم نربط الباب مع كتاب التوحيد، فارتبط الكتاب بأكمله. هذا الشرح. يعني مثال، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله من مكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب، تحت هذا الباب ذكر قول الله سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا. ما علاقة هذه الآية التي نزلت في مس الضرار بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ لابد نعرف المناسبة. تمام، الترجمة اللي هي الباب، باب ما جاء في المصورين، ما علاقة التصوير بكتاب التوحيد؟ تقول التصوير خلق وإبداع ومضاهاة لخلق الله، وله علاقة بتوحيد الربوبية وتعدي على حق الله سبحانه وتعالى، أو أول شرك حدث في الأرض بشبهة التصاوير والتماثيل، وله علاقة بكتاب التوحيد. يعني ممكن واحد يأتيك ويقول هذا الباب، باب ما جاء في المصورين، لابد أنه خطأ بعض النساخ، أنه بعض النساخ ذكر هذا الباب وهذا له علاقة بكتب الفقه حتى يرتبط الكتاب بأكمله. هكذا نريد نشرح الكتاب فقط، الآيات والأحاديث مع الباب، الباب مع الكتاب، ويرتبط الكتاب بأكمله.